مرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة إلى عناوينها البارزة. يمن مونيتور يتساءل بعد أحداث اليوم هل ينهار كل شيء في عدن؟ الصحوانت موقع إخباري يتحدث عن معاناة سكان جزيرتين محاصرتين بالحرب. صحيفة عربية تقول معركة تحرير تعز مختلفة هذه المرة والجميع متفق على ضرورتها. وصهير بوتين يخسر نصف ثروته بعد انفصاله عن بنت الرئيس. يتساءل موقع يمن مونيتور حول أحداث اليوم في عدن، في يوم عاصف هل ينهار كل شيء جنوب اليمن؟ يقول الموقع: تمثل مدينة عدن عاصمة اليمن المؤقتة جنوبي البلاد السلطة الشرعية اليمنية التي تدير المناطق المحررة من سيطرة الحوثيين، ويبدو اليوم وضوح استهداف الحكومة التي يقودها الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي. ويشير الموقع إلى رفض أكثر من 60 قياديا في المقاومة الجنوبية طلب المجلس الانتقالي بإسقاط الحكومة ومغادرة الوزراء الذين ينتمون للمحافظات الشمالية جنوب اليمن. ويقدر الموقع نسبة القادة المعارضين لرحيل الحكومة 90% من القيادات الجنوبية الذين قاتلوا ضد الحوثيين في المحافظات المحررة. أهم الأحداث في المدن اليمنية وردت في عناوين صحيفة أخبار اليوم، أبرزها: التحالف يدعو إلى التهدئة وضبط النفس في عدن وتلافي تقويض مؤسسات الدولة. كما تتحدث الصحيفة عن تقدم للجيش الوطني نحو الحوبان في تعز، ورئيس الوزراء يقول لن نسمح بتكرار 86 في عدن، ويذكر كيف أسقطت حكومة باسندوة. عنوان آخر: الجيش يكسر هجمات الميليشيا في هيلان ونهم ومقتل وجرح 8 حوثيين. ومن معارك الساحل يأتي عنوان آخر: تصاعد الهجمات، تصاعد المعارك في الساحل الغربي والجيش يصل إلى مشارف حيس. بانتصار الجبهة القومية على جبهة التحرير شقت القومية لنفسها دربا في الجحيم، هكذا يعتبر بالنسبة للكاتب منصور هائل الذي ما حدث ذات مرحلة خطيرة في الجنوب، مضيفا أن منطقة إقصاء غيرك ينسف شروط وجودك، فقد ترتب على ذلك الانتصار انحشار الجبهة القومية في دوامة التآكل والتقاتل الداخلي، ما يفيد بأن الحرب الأهلية في ستينيات القرن الماضي وفرت السابقة الأكثر أهمية في تاريخ الصراعات اليمنية الجنوبية. ويضيف هائل في جزء من مقال نشره موقع بلقيس: تمهد السبيل إلى 13 من يناير 1986 بضغوط هائلة من موروث الانقسام المديد بين الأقوام والجماعات المحلية، القبائل والعشائر والإمارات والسلطنات والمشيخات. وقد عمل المستعمر البريطاني على تغذية ذلك الموروث وتمويله وتفعيله، انطلاقاً من اقتناعه واعتقاده بأن دعم القبائل في تقاتلها البيني على الموارد والنفوذ يصب في خدمة استدامة احتلاله بأقل كلفة وبأكثر واقعية ونجاعة. وبعد ذلك كان الكفاح المسلح وعقابيله وكل ما يعنيه إحراز النصر من فوهة البندقية والاكتفاء بالاحتفاء بأمجاد البندقية وحدها أولاً وأخيراً كنشيد وطني وعلامة هوية. في هذا المنعرج انطوى المعنى على تظهير عضلات الأكثر قوة وشراسة وبداوة، وكانت المناطق الأكثر إدقاعاً هي البؤر الثورية الطلعية لحساب انحسار قوة العقل وانكماشه وكسوفه، وكان ما كان من تقاتل بين الجبهات القومية والتحرير والجهاد، وأسفر الاقتتال فيما أسفر عن ارتفاع صرخة مدوية راعبة في هاوية: كل الشعب جبهة قومية، في ضرب من التدشين الرسمي والفعلي للحالة القيامية والإعلان الصارخ عن احتلال للشعب من قبل الجبهة بعد غروب شمس الاحتلال الأجنبي عن الأرض، والتسويغ للحق في القتل واتخاذ القتل عقيدة أيديولوجية وتدمير وإبادة كل آخر وإقصاء واغتيال كل مناسبة للحياة في خضم الصراع الضاري والعاري من أجل السلطة بما هي جيب يكتنز المغانم ومعطى نهائي للامتيازات والمصالح. كانت القبائل المقاتلة هي الأسرع في الاستحواذ عليه من أوسع الأبواب وأفتكها: القتل.
ما هي الأشياء العشرة التي قال المجلس النرويجي للاجئين إنه يجب معرفتها حول اليمن؟ وقد ترجمها موقع بوست من صفحة المجلس. أولها الفقر، انعدام الديمقراطية، حيث تشمل أسباب النزاع الفقر والبطالة، الأمر الذي أبرز عدم وجود ديمقراطية والتمثيل السياسي، وأدى عدم الرضا إلى مظاهرات واسعة وعنيفة عقب الربيع العربي في عام 2011. أما الشيء الثاني فهو بداية الأحداث، حيث كان هناك نزاع عميق الجذور، صراع عميق. فمنذ 2004 كان هناك قتال بين الحكومة وجماعة الحوثيين في سبتمبر 2014، اجتاحت الجماعة والقوات الموالية للرئيس المخلوع صالح العاصمة صنعاء. ومن بين الأمور التي يفترض معرفتها حول اليمن وفقا للمجلس، فأن هناك 9 أشهر من الصمت من مجلس الأمن الدولي، حيث تشعر الجهات الفاعلة الإنسانية بالقلق إزاء الصمت وعدم اتخاذ إجراء من مجلس الأمن الدولي الذي لم يعلق على اليمن منذ إبريل من العام الماضي. يختم المجلس النرويجي تقريره المترجم حول الصادرات العسكرية من النرويج إلى الدول المتحاربة، والتي زادت 5 أضعاف. ففي عام 2016 باعت النرويج مواد حرب بقيمة 319 مليون كرونة نرويجية للبلدان المشاركة في الحرب، بينما في عام 2014 قبل بدء الحرب كانت الصادرات 56 مليون فقط. في عرض البحر الأحمر شمال غرب اليمن وعلى الحدود البحرية اليمنية السعودية تقع جزيرة الفشت وبوكلان الصغيرتان ضمن عدد من الجزر اليمنية التابعة لمديرية ميدي الساحلية. يعاني سكانها من صعوبة العيش وضنك الحياة. تقرير موسع لموقع الصحوان تحدث عن الجزيرتين قائلا: بعد انقلاب الحوثيين أواخر العام 2014 اضطر السكان للنزوح بعد أن حولهما الحوثيون وكرا وثكنة عسكرية ومحطة للأسلحة المهربة من إيران بحكم قربهما من شواطئ حجة القريبة من محافظة صعدر. يضيف الموقع مؤخرا: تم تحرير الجزيرتين مع عشرات الجزر الصغيرة القريبة منهما لتأمين الحدود البحرية. ويقول التقرير الذي كتبه هلال القاعدي عن سكان الجزيرتين إنهم يعانون من وضع إنساني سيء بعد توقفهم عن مهنة الصيد الوحيدة التي تعيلهم، وذلك بسبب الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في عرض البحر الأحمر، كما يفتقرون للمياه الصالحة للشرب والتي كانوا يجلبونها من مديرية اللحية التابعة لمحافظة الحديدة بقوارب صغيرة قبل الحرب. يتابع الموقع: اليوم يعيش أبناء الجزيرتين بين نار الحصار الذي تفرضه الميليشيا من بعض الجهات المتاخمة لسواحل الحديدة، وبين نار البحر الملغم بعشرات الألغام البحرية التي حرمت الأهالي من مهنة الصيد الوحيدة التي هي محور ارتكاز حياتهم. الثورات بين مطالب الداخل واستثمار الخارج. تحت هذا العنوان كتب الكاتب السوري محمد ديبو مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفاً: يلعب المستبد من الداخل اللعبة نفسها التي تلعبها القوى الدولية مع الدول المستهدفة، فهو يعمل دائما على إبقاء هيمنته على الشعب عبر استخدام أدوات باتت معروفة: القمع، الإفساد، والاستعانة بالخارج، الذي يدرك الاستبداد أن همه لا يتركز على حقوق الإنسان بقدر تركزه على مصالحه، لذا يعمل دوما على جعل نفسه أداة قابلة للاستثمار ضمن هذا السياق عبر إيجاد وظيفة تخدم مصالح هذا الخارج: محاربة الإرهاب، الحفاظ على الأمن. رداً على هذا الواقع الظالم تنشأ المقاومة والمعارضة في الداخل في أجواء غير طبيعية وغير قاسية، ولذا هي تحمل أمراض هذه الولادة اللاطبيعية، لكنها مع ذلك تبقى تقاوم وتناضل وتعمل على توسيع آفاق الحريات وفق ما تستطيع عبر الدعوة إلى اعتصامات وتوقيع بيانات ونشر الوعي والدعوة إلى الإصلاح، ساعية إلى إحداث تغيير ديمقراطي آمن. إلا أن رد النظام العنيف وقمعه المستمر لا يسمحان لها بالعمل، فتبقى جزراً معزولة بعيدة عما يحدث في أعماق المجتمع والشعب من تحولات، بل يبتعد أغلبها عن فكرة الثورة ويراهن على التحولات الدولية وقيام النظام بالإصلاح نزولاً عند ضغوط دولية. ولكن المهم في هذه المعارضة أنها تراكم رأس مال رمزي لدى شعوبها، فالسجن والقمع وقول كلمة لا في وجه نظام تدرك الشعوب مدى بطشه يجعل من هؤلاء أيقونات
يراها الشعب من بعيد ويحترمها، لكنه لا يجرؤ على الاقتراب منها قبل مرحلة الثورة. مشاهدينا، تتحدث صحيفة الأيام الصادرة في عدن عن معلم وطني آيل للسقوط تتجاهله المقاومة والسلطات. قالت الصحيفة: منصة الشهداء في مدينة الحبيلين بردفان تعد معلما نضاليا يجسد معاني الحرية ومقومات الثورة بالماضي والحاضرة، واحتضنت منصة الشهداء الفعاليات الثورية ذات الطابع النضالي. تضيف الصحيفة: كانت قبلة الثوار ودعاة الحرية من مختلف محافظات الجنوب التي كافحت طوال 30 عاما من أجل نيل الحرية والاستقلال، ومنذ ثمانينيات القرن الماضي لا زالت هذه المنصة تؤدي دورها النضالي والوطني إلى اليوم. وأصبحت اليوم آيلة للسقوط إن لم تتداركها جهات الاختصاص والمخلصين. تنقل الصحيفة عن أحد الناشطين في المحافظة قوله: نشعر بالأسف مما أصاب المنصة، هذا المعلم أهمل من قبل الجميع، خاصة القيادات التي احتضنتهم طوال فترات النضال حتى وصلوا إلى مراتب المسؤولية عن طريق هذه المدرجات. عضو المجلس المحلي لمديرية ردفان المحامي عبد الحميد نصر، وهي إحدى الجهات المفترض تحملها المسؤولية، قال: هناك تجاهل كبير لمنصة الشهداء التي تعاني تسيبا وإهمالا من قبل الجهات المسؤولة بدرجة أساسية وكذلك المجتمع، وكان من المفروض أن يتم الاهتمام بها قبل سنوات. بعد الفاصل نعود إلى الصحف العربية والعالمية وبعض الأخبار المتنوعة كما عودناكم، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تقول العربي الجديد: 7 يمنيين قتلوا جراء غارة جوية يعتقد أنها نفذت بواسطة طائرة أمريكية بدون طيار على محافظة شبوة جنوبية اليمن إلى العنوان، بينما تتضارب المعلومات الأولية حول هويات القتلى. بحسب مصادر محلية في محافظة شبوة، الطائرة قصفت سيارة يستقلها 7 أشخاص في منطقة المصينعة في مديرية الصعيد، ما أدى إلى مقتل من كانوا على متنها. وتحدثت بعض المصادر أن القتلى من المشتبهين بالانتماء لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب والذي ينشط في مناطق في محافظة شبوة، غير أن مصادر أخرى قالت القتلى من المدنيين، ينتمي 5 منهم إلى آل عتيق، فيما الآخران من مرافقيهم من أبناء المنطقة التي وقع فيها القصف. معركة تعز تتجه نحو الحسم العسكري، هكذا عنونت القدس العربي متحدثة عن معارك تحرير تعز، وأضافت: تخوض القوات الحكومية المدعومة من المقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي معركة كسر العظم ضد ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية في محاولة من الحكومة فك الحصار عن مدينة تعز وتحرير ما تبقى منها من سيطرة الانقلابيين الحوثيين. ووفقا للصحيفة، المعركة بدت مختلفة وصعبة وأكثر تعقيدا من العديد من المعارك السابقة التي كانت المواجهات تشتد فيها بين الجانبين لفترة محدودة وتخبو، بينما هذه المعركة بدت واضحة بأنها قرار جماعي من كل القوى المؤثرة على الأرض المحلية والخارجية. وقال مصدر عسكري للقدس العربي: هذه المعركة الواسعة التي أطلقتها الحكومة بشكل رسمي الخميس الماضي لتحرير تعز وفك الحصار عنها جاءت بعد استعداد طويل لها وبقرار جماعي من قبل جميع الأطراف المشاركة في الحرب ضد الانقلابيين الحوثيين. الجيش اليمني يضيق الخناق على الحوثي في معقله، هذا عنوان في الشرق الأوسط. قالت في تفاصيله: الجيش أطلق عملية عسكرية واسعة لتحرير مركز مديرية كتاف البقع في صعدة،
من سيطرة الإنقلابيين، وذلك بعد أيام من تحقيقه تقدم واسع في صعدة والسيطرة على أهم المواقع والجبال الاستراتيجية. في معارك الساحل الغربي استكملت قوات الجيش تطهير عدد من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات في مديرية حيس جنوب الحديدة. وبحسب مصدر عسكري للشرق الأوسط، لم يعد يفصل القوات إلا نحو 4 كيلومترات عن مركز حيس. مع نهاية الشهر الجاري يكون مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ود الشيخ أحمد قد أنهى حقبة من الحقب التدخل الأممي في اليمن، وهكذا بدأ صادق ناشر مقاله في صحيفة الخليج مضيفا: لم تكن مهمة ولد الشيخ هينة أبدا، فقد واجه خلافات حادة نشبت بين المتفاوضين الذين خاضوا 3 جولات من المباحثات، كانت أهمها تلك التي احتضنتها دولة الكويت، حيث كان الجميع قريبا من التوصل إلى حلول توافقية، إلا أن الارتباطات الخارجية حالت دون تحقيق ذلك في اللحظات الأخيرة، فقد انقاد الحوثيون إلى رغبة طهران في عدم التوصل إلى اتفاق شامل، وقرروا نسف كل ما تحقق من توافقات. ومثلما أخفق جمال بن عمر المبعوث الأممي السابق في وضع الوصفة النهائية لعلاج الأزمة في اليمن، أخفق ولد الشيخ في تجاوز إخفاقات سلفه، وسار على نفس النهج. وأبرز المثالب التي وقع فيها ولد الشيخ غياب الحزم الذي كان من المفترض أن يبديه حيال المتسببين في عرقلة إنجاح الحل السياسي، وعدم القدرة على تحقيق إنجاز ينقذ اليمن من الحرب التي تطحنه مع مرور كل يوم. الجولة المكوكية التي قام بها ولد الشيخ بين صنعاء وعدن وعواصم اتخاذ القرار الإقليمي والدولي لم تسعفه في إيجاد التوليفة المناسبة لحل الأزمة، ربما يعود ذلك إلى تمترس الأطراف حول مشاريعها السياسية وعدم رغبتها في تقديم تنازلات تحدث اختراقا كبيرا في المفاوضات التي استفاد منها الحوثيون في إعادة ترتيب أوضاعهم عسكريا، خاصة خلال العام الأول من الحرب قبل أن يفقدوا جزءا من المساحة التي كانت تقع تحت أيديهم بمساعدة من أنصار الرئيس السابق صالح الذي تخلص منه الحوثيون الشهر الماضي وصاروا وحيدين في مواجهة الجميع. عندما تزوج رجل الأعمال الروسي كيريل شمالوف من ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2013 كان يبلغ 32 عاما، وجد ثروته تنمو على نحو مفاجئ لتصل قيمتها إلى 2 ملياري دولار في الأسهم، بالإضافة إلى حصوله على منصب مربح في شركة ضخمة للبتروكيماويات، لكن ذلك في خطر وفقا لموقع هاف بوست الذي يعنون: ملياردير روسي يخسر نصف ثروته بعد انفصاله عن ابنة فلاديمير بوتين. ففي عام 2014 وعقب الزواج الرسمي اشترى شمالوف حصة إضافية بنسبة 17% باستخدام قرض من بنك جاز بروم المملوك للحكومة الروسية، لكن وسط شائعات عن انفصاله عن كاترينا تيخونوفا ابنة بوتين، يبدو أن شمالوف صار شخصا منبوذا إذ هبطت ثروته إلى النصف، كما فقد منصبه كنائب للرئيس التنفيذي في شركة سيبار. قالت 3 مصادر من أصل 4 اعتمدت عليها وكالة الأنباء الأمريكية إن ميزات الملكية هذه انتهت مع الزواج، فيما استبعد الأخير علاقة ذلك بالطلاق. نشرت صحيفة فيدوميستي الاقتصادية الروسية في وقت لاحق لقطة من منشور على موقع فيسبوك تظهر شمالوف مع حبيبة جديدة هي زانا فولكوفا، الشخصية البارزة في مجتمع لندن والمولودة بالعاصمة الروسية موسكو. بحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف البريطانية، تعد حياة ابنتي الرئيس الروسي بوتين كاترينا ومارينا واحدة من أكثر المواضيع غير المسموح بالخوض فيها في وسائل الإعلام الروسية. في بعض الأحيان من الممكن أن يكون العبوس أمرا مفيدا على عكس ما هو متوقع، حتى أنه يمكن القول إن ذلك هو ما تسبب في أن يربح قط يبلغ من العمر 6 أعوام، فقد كان قد حقق شهرة على الإنترنت بسبب وجهه العابس، حقق مبلغا يقدر بنحو 500,000 جنيه استرليني. نقل التقرير عن صحيفة ميرور البريطانية أن شركة غرامبي كات ليميتد كانت قد رفعت دعوى قضائية ضد أصحاب شركة أمريكية لمنتجات القهوة تحمل اسم غرينيد، وذلك بعد تجاوزها الاتفاق بشأن استخدام صورة ذلك القط الغاضب في الدعاية. وأوضح التقرير أنه بحسب الاتفاق المذكور فإنه يحق
للشركة استخدام صورة القط من أجل بيع مشروبها المثلج، لكنها استخدمت صورته بهدف الترويج لمنتجات أخرى. ربحت شركة غرامبي كات هذه القضية، وهو ما جعل القط يربح مبلغ 500,000 جنيه استرليني كتعويض في قضية متعلقة بحقوق الملكية. يذكر أن القط الذي يطلق عليه اسم تريدر سوس كان قد اكتسب شهرة على الإنترنت بسبب صوره التي ظهر فيها عابسا، وقامت مالكته بإنشاء شركة من أجل بيع صورة من خلال عقد صفقات تجارية مع شركات أخرى. قط محظوظ. من البراكين والخوف من ثورتها إلى ما يهدد دول كثيرة بالمجاعة، إلى فرح اللقاء مع الأهل، تحضير للمعارك، وصولا إلى بهجة تعيشها مجتمعات في ذات الأرض التي تشهد كل هذا واقعا وتوثقه عدسات مصوري صحيفة الغارديان. نتابع الأحداث، أحداث الأمس أيضا، في جولتنا المصورة بهذه المجموعة. إلى المجموعة التي اخترناها لكم من رسوم الكاريكاتير نختم بها حلقة اليوم، نتمنى أن تكون حازت على رضاكم، وأترككم في أمان الله وحفظه.